حملة دعم أطفال سوريا الموجودين في العراق هي حملة خاصة بجميع متطوعين البصرة بدون أي اسم خاص، إلا هي حملة دعم أطفال سوريا خاصة بهذا الشتاء لمدة 3 أيام، هي جمعة وسبت وأحد، نجمع التبرعات أول شيء المعنوية وثاني شيء المادية، اللي هي مثلا الملابس المستخدمة، الأغطية، المدافع، كل شيء بالشتاء. يعني راح نتعاون ويا الهلال الأحمر ونوديهن إلى مراكز اللاجئين، العفو، مراكز اللاجئين، وعن طريق مراكز اللاجئين راح توزع. يعني المواد ممكن تجي هي ملابس خاصة بالأطفال، من الممكن عن ملابس نسائية وملابس للكبار، راح نستقبلها كلها راح نفرزها احنا هنا، وبنفس الوقت نستقبل الأفرشة، نستقبل الأغطية، نستقبل المدافع. اليوم يعني كان اكو اقبال بسيط، بس بنفس الوقت هو بالنسبه لنا داعم كبير. حصلنا على مبالغ ماديه من شركات نفطيه عن طريق احد الاصدقاء واشخاص اجانب، يعني دروا بالموضوع بنفس الوقت بادروا انه هم يتبرعون، وحتى باقل شيء، وكانوا يعتذرون جدا لانهم متفاجئين. بالنسبة للفكرة أنا سمعتها عن طريق الفيسبوك وحبينا نشارك بيها أنا والبيت، فسوينا شلون التنظيم داخل البيت، إنه جمعنا من كل نفر مبلغ مالي صغير، قدرنا بيه إنه نشتري بعض الحاجات من السوق. ومثل ما قلت لك إنه سمعت بيها من طريق الفيسبوك واتصلت بصديقي أحمد النجم، فاستفسرت من عنده عن موعد تسليم هذه الحاجات، قال لي إنه بعد فترة 3 أيام هيجي، او يصير على شكل 3 ايام انه الجمعه والسبت، فانتظرت هذا الموعد وجبت الاغراض. بالنسبه للاغراض هي كلها متعلقه بالاطفال.